دكتور. هذا العمل اللي جمعوا به الانساني نديروا باش يكون واحد التلاحم ما بين افراد المصحه ما بينهم الاطباء والممرضات، هي فرصه لنا باش يكون واحد العمل انساني، لانه حنا المهنه ديالنا انسانيه وتنطوروا هذا الجانب الانساني ما بين الاطر الطبيه والاطر ديال الممرضات. وحنا دابا اليوم تنتواجدوا في هذه المنطقه اللي منعزله، وحنا تنجيو باش نقدموا لهم خدمات طبيه، منها الخدمات ديال جراحه المسالك البوليه وجراحه العيون، جراحه طب النساء وجراحه الجهاز الهضمي والانعاش والتخطيط ديال القلب والفحص بالصدى. وحنا متواجدين في هذه المنطقه، شفنا بانه كاين هناك بزاف ديال الحالات اللي فيهم تعفنات ديال المسالك البوليه، وحنا طلعتهم الدواء اللي جبناه من الاكادير اللي تواجد بواحد المقر هنا. اللهم لك الحمد، كل شيء دايز في ظروف جيده والانسانيه والاخوه وحسن الضيافه. ما نعتبروش راسنا حنا خدامين هذا الحد، ولكن حنا في استضافه ديال هاد الناس وهم مشكورين. اليوم في منطقه النزله التابعه لجامعه تارودانت في اطار واحد الحمله طبيه. هذه الحمله الطبيه هي في اطار واحد المجموعه من الحملات الطبيه اللي قمنا بها مع مصحة الرحمة، اللي تكون حملات متعددة التخصصات، يكون أطباء العيون، أطباء النساء والتوليد، أطباء القلب. المهم العمليات اللي كنقوموا بها هو تقريب العلاج من المواطنين اللي كيكونوا في الأماكن النائية اللي ما تقدروش يكونوا يوصلوا عندنا لحمدية أكادير من أجل الفحص. دونك الهدف ديالنا أولا هو نشوفوا الناس اللي عندهم المشاكل ديال طب العيون، نحاولوا نعالجوها وتكون معنا أدوية تنعطوها اليوم. والناس اللي كيحتاجوا الجراحه من بعد تنوجدوا لهم ان بروغرام ديال الجراحه في المصحه. هذه العمليات الجراحيه كتكون مجانيه بطبيعه الحال في اطار هذا العمل الخيري وهذا العمل الجمعوي اللي تقوموا به، باش نحاولوا نبسطوا على الناس اللي كيكونوا بعاد ونحاولوا نقربوا لهم شويه المصالح الصحيه. جينا لهذه منطقه النزله اللي هي منطقه نائيه اللي دونك باش نقدموا العلاجات ونقدموا جنازة مع اطباء جميع التخصصات في اطار واحد الحمله كتقوم بها مصحه الرحمه من اجل تقريب الخدمات الطبيه للمواطنين. هاد المواطنين اللي يقولوا انهم كيعيشوا في عزله، عندهم صعوبات باش يوصلوا لعندنا يعني لمدينه اكادير او لمدينه تارودانت. دونك الهدف من هذه الحمله هو تقريب كما قلنا الخدمات الطبيه لهاد المواطنين. هاد المواطنين كنشوفهم هنا في جميع التخصصات، حنا كنهضروا على التخصص ديال طب العيون، كنقوموا بالفحص وتشخيص بعض الامراض اللي كنتابعوها من بعد. الناس اللي محتاجين للعمليات الجراحيه كان يعني كناخذوا النوامر ديال الهاتف ديالهم وكنقوموا بالعمليات الجراحيه. هي عمليه جراحيه مجانيه دونك، وهذا الشيء كتقوم به مصحه الرحمه بصفه دوريه. دونك وحنا كنقوموا بهذا العمل من اجل يعني في اطار واحد الحملات اللي نتمنى انها تكون حملات كثيره من بعد، وذلك كما قلنا في اطار تقريب الخدمات الطبيه من المواطنين. شكرا. من كارافان حمله طبيه كنشوف الناس المعوزين. دونك كاين بزاف ديال الاختصاصات، اختصاص في امراض النساء والتوليد، اختصاص في امراض العظام، اختصاص ديال المسالك البوليه، العيون والقلب. شفنا لحد الان بزاف ديال الناس اللي زعما كاين، انا اللي لاحظت هو كاين بزاف ديال الامراض ديال الجهاز التنفسي والقلب. دونك كاين بزاف ديال الحساسيه، يمكن علينا المنطقه فيها الزيتون بزاف. الناس رحبوا بنا بزاف في الصباح، الله يجازيهم بخير، وحنا هنا كنحاولوا نساعدوا اللي لقينا باش نداووه، نعطيوهم الادويه اللي جبنا معنا. سينو كاين بزاف ديال الناس اللي كان غادي نصيفطوهم نستقبلوهم عندنا في المصحه ان شاء الله في اكادير، وهادشي كلشي في سبيل الله وصافي. حاليا كنتفوقوا 1400 ولا يزيد مازال، والناس هما تيزيدوا
انا بعد ما دارني الوقت دابا ما بقاش نتمنى ان شاء الله نعاود هذه المبادره الطيبه ان شاء الله. إذا كنشكروا جميع الناس اللي ساهموا ودعموا هذه العملية اللي عرفت واحد التكاتف مجموعة من السكان اللي تابعين جماعة ديال المنيزلة، خاصة المنيزلة وتل عين وإفرد والمويه وتمدا، وعندنا كاين الناس كلهم فرحانين وجاو بهذه العملية. قمنا بتشخيص مجموعة من حالات التهاب المفاصل بخصوص النساء في مقتبل العمر، والأغلبية فيها نتيجة عن قساوة ظروف العيش هنايا، وذلك للقيام بأبسط أعمال يومية. هذا عمل تطوعي واللي ما غاديش يحل المشكل ديال الصحة ببلادنا، ولكنها مساهمة متواضعة، ونبقى رانا الإشارة للأطباء ديال القطاع العام وللأطباء ديال القطاع الخاص للقيام بأعمال تطوعية بالمجان، وشكرا.